وبيقول الشيخ الغزالي يعني بيقول نحن ان بعض الدول لا حرج فيه، فان كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا. فمالك بن انس يرى الكلاب طاهره، واهل الكهف لهم كلب يلازمهم، واذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا. فالغزالي وابن حزم يرون سماعه، يعني حجه ان هذا كلام فاسد. الذي يتبع الرخص الان لا يتزندق، الذي يتبع الرخص يهلك. فابن حزم ومن قال بقول في احلال المزامير والات الملاهي والاغاني قول فاسد، قول منكر، وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجه، فقوله فاسد. كذلك قول مالك ان طهاره الكلاب هذا هو فيه الجمهور، وقالوا رأوا نجاستها، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغسل الاناء منها سبع مرات اذا بلغت الاناء، يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب، وقالوا انها النجاسه، ولهذا الحي طهور اناء احدهم سمى طهور. مالك رحمه الله ظن انه من اجل الطب، وقاله جماعه، ولكن الصواب ان هذا من اجل النجاسه، لان تبقى طهور اناء، والاناء ما فيه الا احد امرين، اما خبث واما حدث، والاناء ليس من اهل الاحداث، الأحداث الحيوان، أما الإناء فيتنجس النجاسة، لهذا علم أن قوله طهور يدل على أنه تنجس من الكلب. نعم. يعني وجهة نظر الإمام مالك في طهارة الكلب. أن هذا الأمر إنما هو أمر بغسل لأجل الطب. لأجل الطب. لأجل الطب. إذا أعاد يحتج على هذا في صيد الكلاب الذي في الصيد. أو الرسول أمر بالصيد، الله أمر بالكلاب، رسول الصيد، هذا مستثنى. كلب الصيد مستثنى صيده فقط. ينجس في نفسه، لكن الله باح صيده لحكمة بالغة ومصلحة المسلمين.